جندي صربي بحذاء شعبي وزي من زمن الحروب البلقانية مصنوع من خشب الدردار بالحجم الطبيعي حسب شكل غوزدين تيرزيتش مالك هذه الأراضي فيما سبق حامي متنزه فناء تيرزيتش الاثني ففي الفناء الذي كان يسمى فيما مضى أرليا تم وضع تماثيل من خشب الجوز من صنع خزاف زلاغوز وهو أيضا من هذه الأسرة فناء تيرزيتش كبيت قروي جدده حفيد غوزدين تيرزيتش وقد تم افتتاح المتنزه الاثني في عام 2005 هذا المتحف موجود في الهواء الطلق ويوجد بالقرب من مركز قرية زلاكوز على جبل زلاتيبور على تلة مغطى بغابة أشجار السنديان المعروفة بجودتها للنحت وهذا الفن موجود بنفس الطريقة منذ قرون في الفناء القروي يوجد بيتان أحدهما قديم بني قبل 100 عام مبني من الطوب غير المشوي بسقف من 4 أجزاء مغطى بما يسمى بالقرميد المسطح الذي كان يستخدم فيه مضى عند بناء البيوت في هذا البيت كانت تجرى حياة أسرية يومية وفي البيت الثاني كانت الأسرة تحتفل بالأعياد وفيها كانت الأسرة تستقبل الضيوف البيت القديم تم ترميمه في شقة من 3 حجرات مؤثثة حسب طراز البيوت القروية ولكن بكل وسائل الراحة المتوفرة في الفنادق الحديثة ومعدة بالتكنولوجيا الحديثة وفي محيط المتنزه الاثني يوجد تحت تصرف الضيوف حوالي 50 مكانا آخر في البيوت التي تمارس السياحة القروية البيت الثاني الذي كان إبان الحرب العالمية الثانية مدرسة تم تنظيمه كمتحف جزء من المعرض الدائم غرفة إثنية وفي المكان الذي توجد فيه فيترينات يمكن مشاهدة مجموعة غنية من الملابس الشعبية والكتب القديمة والمجلات والمناظر القديمة لمنطقة زلاتيبور ووثائق مصورة من الحربين العالميتين ويوميات حربية وتحفظ هنا أسهم المصارف الصربية من فترة الملكية وأوسمة وملابس ومغازل ودواليب للغزل وفي فناء تيرزيتش محفورة أكواخ ومكان للحلب ومبني هنا 3 أكواخ صيفية وجدول صناعي وبحيرات كما تم تنظيم أماكن للاستراحة وتمتع الضيوف وفي فصل الصيف تعقد في الفناء لقاءات لفرق الغناء والأوركسترات الشعبية وأمسيات أدبية ومعارض رسم وتنظم هنا جاليات للفنانين الذين يمارسون عمل الزخارف فناء تيرزيتش وجمعية الزافيشاي هما المالكان ومنظمان هذا التجمع الإبداعي الأصيل المسمى بزلاكوز للغناء والرقص والتظاهرات الثقافية والفنية المسمى بالخريف بزلاكوز وعند تنظيم المتنزه الإثني أخذ أيضا بالاعتبار الحفاظ على المحيط الطبيعي ولذلك جرى وضع علامات على الدروب الجبلية التي يمكن عن طريقها الوصول إلى الأماكن المثيرة للاهتمام في المنطقة المحيطة بزلاكوز التي يزورها كل سنة عدد متزايد من متسلقي الجبال ومحبي الرياضة الترفيهية والرياضيين ومحبي الطبيعة والاستراحة النشطة هكذا يمكن الوصول إلى نهاير فيتنيتسا ومغارة بوت إشكا والمطحنة المائية وحوض تربية الأسماك والمطاعم على النهاير التي تقدم السمك ويمكن الوصول إلى قمة جرادينا التي يوجد عليها تمثال على شكل هرم حجري من الحرب العالمية الثانية وعن طريق الدروب الجبلية المخصصة لتسلق الجبال يمكن الوصول أيضا إلى المنظار حيث مشاهدة قمم جبال زلاتيبور وأوبتشار وكابلر وغولي وفي كل عام يزور متنزه تيرزيتش الاثني عدة آلاف من مختلف أنحاء العالم الذين يقضون إجازاتهم على جبل زلاتيبور